السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. برج الأسد مجنني ومجنن كل الأبراج ومريح نفسه وتعبها. برج الأسد هنريحك، هنظبطك، هنسعدك، وهنكون كلنا تحت مخالبك، بننفذ لك اللي انت عايزه لتعود ملك الغابة. برج الأسد، إن كنت تطلب حقك في أن تحكم الغابة، سأعطيك القدرات اللازمة لتحكمها، ولكن أرجوك يا صديقي الغالي، خف مخالبك الكريمة عن رؤوسنا، فنحن أطفالا أمام مخالبك، نحبك فأنت جميل، لديك شعر يعطيك هيبة، لديك خطوات الملك في حياتك، لديك زئير يرعبنا. برج الأسد. قراءة توقعات اليوم 25 إبريل 2022 من خادمك المخلص بحر المنسي. ولماذا خادمك؟ لأنني خادم السلام، فلنسأل الله السلام وعليك السلام، ولنبدأ أيها الشخص الهمام القراءة للرجال والنساء. تمن عصيان، أربع عصيان، خمس عملات. برج الأسد، خمس عملات، حبة قليلين، عايزين 10 اتقل بس. أربع عصيان يعني عندك هنا احتفالات، عزومات، سعادة، حب، جمال، رائعة هي احتفالات هذا اليوم. وكمان مش بس السعادة دي، ده انت ليك فلوس عند ناس، انت ليك فلوس عند ناس، انت ليك فلوس متجمدة يعني لسه. شوف انت معاك كام جايلك زيهم. برج الأسد، روق كده، حقك جاي. تمن عصيان النهاردة، مش هنزود في الكلام ولا هنكتر في الكلام، الحظ كمان بيخدمك، وكل العصيان بتوجهك للأمام. برج الأسد، أنا هقول لك حاجة واحدة بس، اليوم النهاردة تمام. برج الأسد، ثمان عملات، تلات عصيان، تلات كؤوس. سلام. برج الأسد، تلات عصيان، في حد زهق. برج الأسد زهق. برج الأسد واقف فوق قمة الجبل وبينظر للأمام. برج الأسد بدأ يتفاهم مع الأشخاص اللي حواليه، وبدأ يشعر منهم بالاحترام. برج الأسد، النهاردة انت بتعد فلوسك وبتمستفها كده وبتشوف انت ناقص لك كام. برج الأسد، خمس سيوف وملكة السيوف وتلات عملات، عندك قرار هام على الوجه العاطفي، كأنك بتحسب مصروفات، كأنك بتفكر في أموال، هتعمل إيه بكرة؟ بس عندك سفر قريب، أنت بتدورها، بتستفها، بتفكر فيها وبتظبطها، كأنك هتسافر، 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 أو هتنتقل لبيت جديد، هيحصل ما تقلقش، بس ظبط مصروفاتك. برج الأسد، يا سلام، الجانب المظلم والتسع عصيان وملك العصيان، حققت 90% من أهدافك يا معالي البيه، وعندك استقرار وكله تمام، بس ليه خايف؟ مفيش حاجة تستحق تخاف، مين هياكلك؟ أنت اللي بتاكل يا باشا،
يا باشا اعتمد اعتمد وما تخافش من حاجة. سامحوني على اللغة ديت. كل مجموعة طارود بلغة. المجموعات العظيمة زي الفراعنة هتكون فصحى، إنما المجموعات الجميلة دي هكلمك بلسان العامية الجميل عشان تتعرف على مصر وحواريها ومدنها الجميلة بكل ألسنتها. بس إحنا في مصر هنا جدعان. برج الأسد، عجلة العام. سلام، بحب الكارت ده قوي. ده أجمل كارت في المجموعة دي، الأحمق والعالم. الأحمق، كل اللي بيشوف الأحمق شخصية وحشة، حد كده بيوزع، حد بيصرف، حد آخره مش تمام بالنسبة للجميع. بس هقول لك حاجة، الأحمق بشكل عام هو شخص محترم، شخص بيندفع وراء مشاعره لدرجة إن الكل شايفه عبيط، بس هو مش عبيط، وأنت عمرك ما كنت عبيط. بس انت بتحب الناس، عايز علاقات مع الناس، عايز الناس تحبك، فالنتيجة ان الحظوظ هتأتي هذا العام بداية من الآن. والكارت الأخير، الإمبراطور، فارس السيوف، والكاهن الأعظم. انت بتتوجه للامام، تخطيطك للمستقبل تمام، هتبقى الامبراطور على كل اللي حواليك، ورأيك هو اللي هيمشي على الجميع وهتسيطر على كل شيء. ده مكانك. قلنا في البداية انت مين؟ انت الاسد واحنا خدامين تحت مخالبك. بمزاجك يا باشا. الأوريكل، حارس طاقتك، احمي نفسك يا مولود برج الأسد. محدش يتجاوز حدوده معاك، دافع عن حدودك، بس اعرف ان كل شيء بتنتظره هيحصل. الانتقالة للبيت الجديد او للسفر جاية، بس اتقل. وبقول لك ايه، تحدى، محدش يمشي كلامه عليك، خليك قدها، انت قدها. بس بقولك تخلص من الخوف، وخلي عندك إرادة إلهية، وكله بما يرضي الله. ده للي عايز يبقى قائد، ده للي عايز يضيء الطريق لمن حوله. وهقولك وجه معرفتك للحكم والتحكم النقدي على من حواليك. يعني بالفلوس تقدر تمشي الدنيا. انا مش هقولك الفلوس ولا حاجة، ومش هقولك كلام اللي ما ها كلام بتاع ايه. الدنيا ربيع، هي الدنيا ربيع بس بدماغ جميل. ماشي. الفنجان، حاسك بتفرح كل مرة بتسمعني، لأني ما شفتش مرة فنجانك حزين. وطول ما أنا معاك كل يوم فالسعادة في انتظارك، وادعي وقول أمين. برج الأسد، صلي على سيدنا محمد خير الرسل أجمعين، وإن كنت كريم فالله أكرم الأكرمين. وزي ما بتدي الله يدي، والله أكبر، وخزائنك تنفذ، وخزائن الله لا تنفذ أبدا. ادعي وقول أمين. برج الأسد، برج الأسد، حب في قلبك، سعادة، كأن الدنيا بعيون جديدة. برج الأسد، طرق هتتفتح لك، وعندك النهاردة ميعاد هام. برج الأسد، في لقاء مع شخص مهم، في لقاء مع شخص جيد، عندك انفجار للمشاعر. برج الأسد، ما تفكرش كتير، عايز تعرف تعمل ايه؟ امسك قلبك، طلع الخوف منه، وخش على الحياة بالأصول وبما يرضي الله. برج الأسد، كفاية أعاد،
استفدت ايه من القعده في البيت؟ بقول لك ايه، النهارده تخرج، النهارده ايه، النهارده تخرج، تخرج وتتفسح وتسيب نفسك للحياه. كفايه كده، كل سنه وانت طيب. مش عارف، انا بقيت مجنون الفتره الاخيره، بس بصراحه بحب اضحكم. سلام عليكم.